شبهات الأخطاء الطبية التي تسببت في حدوث وفيات في تونس وأصبحت هاجسا يورق المواطن التونسي، ولعل أبرزها وفاة امرأة نهاية الأسبوع الماضي في بنزرت نتيجة خطأ طبي، والتي أثارت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. كاميرا جنوبية رصدت آراء المواطن التونسي في هذا الموضوع. والله حسب ما نشوف أنا بارفوا ما يلقاش حقه، يعني لأنه كومبلكسي شوية الحكاية، ثم حاجة من الجانب الطبي وثم كل واحد يرمي في الكوره لصاحبه. انا ما صارتليش يعني بانه عنده اخطاء، اما حسب ما نشوف يعني بيك هو ما نعرفش، ثم برشا قوانين احنا مش باش نجيبوا قانون جديد في تونس، في الاوروب في فرنسا موجود يعني ثم قوانين. الاخطاء الطبيه برشا ناس مشات في العفس، والمشكله تشكي والراجل في الجبانه وماليه بكاء ودفنوه وكل شيء وحقك مازال ما يجيش. ما عندناش قضاء طبي، حتى القضاء الطبي ما عندناش مختص معناها باش ينجم يترانشي، معناها يقول لك هذا عنده الحق ولا ثم خطا ولا ما ثماش. في اوروبا في اسبوع هاو مارادونا، هاو مارادونا حدث الاسبوع، الطبيب نتاعو متهم انه قصر واحد وكل شيء ومعيطين له باش يبحثوا كل شيء، الرجل مازال ترابه سخون وعيطوا. في تونس يتدفن ويمشي للجبانه ويهبط واحد وكل شيء، ولكن ما عندناش قضاء طبي اختصاص، معناها صعيب. كل حد مشى في الركايب هو كهو صعيب، معناها اون فا ديسيني دون لو. كانوا انسان باش يصور في الماء، كي تقول باش تشكي بقضايا معناها خطا طبي تقول باش نصور في الماء. الاخطاء الطبيه يمكن تتعدى، ما هي حتى تلقى شكون يقبلك ويداويك، هذه المشكله توا العويصه نتاع تونس. توا قل سمبتوم يعرضك تقول هذه كوفيد تمشي ما يقبلوكش، انا رينا المشاكل. الاخطاء الطبيه ما نتصورش في تونس عندنا بالقيمه الكبيره، وحتى اذا كان عندنا يلسبوز هذا المريض ما يشلقش به، منين باش يعرف اللي هي غلطه طبيه ومنين باش يعرف اللي كل واحد يغطي على زميله وربي يحسن العاقبه وكاو. فما هكا وفما هكا، فما اللي معناها يفيقوا بالتشخيص الغالط نتاعو من اول معناها الحكايه بالتشخيص نبداو قبل ما ندخل في الانترفونسيون، وفما اللي معناها ما يعترفولوش، معناها هو جينيرالمون ما يعترفولوش معناها في تونس. زي ما صحيح فما طب باهين وفما بكل بلاصه فما الباهي والخايب، فما عبيد معناها تستعرف لك فما عبيد تستعرف لكش، جينيرالمون المريض يمشي حقه وكها. ما نتصورش الطول الشكايه، نقول انت باش تشكي شكون باش تشكي؟ ما يعطيوش بعضهم زايد، اللي مشى الله يرحمه خاصه الكبار يحبوا، قال الراجل بنقص واحد، ما صحيح ما نقولهولك.